أحسن الله إليك يا شيخنا. هناك أمر بين بعض طلبة العلم، هو أن بعضهم يحفظ المسانيد، مسانيد الأحاديث. المسانيد ولا الأسانيد؟ الأسانيد، ويرويها ويجلس يشرح في هذه الأسانيد فترة طويلة، ويذكر الرواة ويذكر ما في هذا الحديث، حتى أني مرة سمعت حديث إنما الأعمال بالنيات من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء ولم يشرح الحديث نفسه. فما رأيكم بهذه الطريقة المتبعة عند بعض طلبة العلم؟ الله الذي نرى أن هذه طريقة عقيمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رب مبلغ أوعى نسان. فالمهم من السنة هو فقهها ومعرفتها، والرجال والسند ما هو إلا طريق. فإذا كانت الرجال من رجال البخاري ومسلم وهو في الصحيحين مثلا، فطول الكلام فيهم عنا وإضاعة الوقت. أما إذا كان الرجال في كتب لم تشتهر بين المسلمين، فهنا يجب أن يبحث الإنسان فيهم. وإذا كان مدرسا قال: هذا الرجل تكلم فيه الناس وأكثرهم ضعفة أو أكثرهم قواه، وينتهي ثم يتكلم على فقه الحديث وما فيه وما اشتمل عليه من فوائد وأحكام. هذه الطريقة الصحيحة التي تنمي الناس. أما كون أعرف أناس لهم مئات السنين قد ماتوا وش حالهم وش قيل فيهم، والفائدة قليلة، لأن هذا الحديث البخاري ومسلم الذي تلقاه الأئمة بالقبول، بل تلقاه الناس جميعا بالقبول، فهذا إضاعة وقت في الحقيقة. وخير من هذا إذا كان يريد كذلك أن يأخذ التقريب أو التهذيب أو تهذيب التهذيب أو غيره من كتب الرجال، ويقرأ ويشرح ويدع على حديث جانبا. فنصيحتي لإخواني الذين يدرسون في الحديث أن يهتموا بفقه الأحاديث، أما الرجال فلا يبحثوا إلا فيما دعت الضرورة إليه، وإذا كانوا قد تصدوا للتدريس فليتكلموا بما حصل عندهم في هذا الرجل، فيقول مثلا: هذا الرجل تكلم فيه الناس أكثرهم ضعاف وأكثرهم قوى، والراجح أنه قوي أو الراجح أنه ضعيف، إذا كان أهلا للترجيح أو التضعيف. نعم.